ضمن فقرة للحشر خلينا نستقبل معنا ضيوفنا بحلقة الليلة. الضيف الأول معنا رح تستغربوا ليه استضفناه ضمن فقرة عجقة الأعياد، ألا وهو النجم الإذاعي الأول بلبنان، مدير إذاعة ميلودي، فيني رومي. للأسف مؤسسات مثل مؤسسته ما بتنذكر إلا ضمن هالفترات عجقة الأعياد وحوادث رأس السنة ليلة رأس السنة. من اليازا السيد كامل إبراهيم. فيني وكامل اهلا وسهلا فيكم على بلاتو حرتقجي. كامل سمعتني شو قلت، للاسف مؤسسات مثل اليازا وغيرها مثل كون هادي ايضا ما بتنذكر او بتنذكر اكثر شيء بهالفتره وقتها تقرب ليله راس السنه للتحذير من الحوادث. هلا بتزعلوا ولا بتنبسطوا من هذا الشيء يعني؟ لا ما بزعل لانه هو مش الواقع هيك، نحن دائما مش بننزل شو قصه بنذكر، هو عملنا على كل السنه طبيعي. هلا العالم بتفكر بس انه حوادث سير بتصير بس ليله راس السنه، هو للاسف الحوادث عم تصير كل يوم كانه راس السنه. يعني باخر ثلاث سنين ليله راس السنه ما كان عم يصير عندنا حوادث الا شيء بسيط. أوكي. بينما الحوادث كانت عم تقول نهار راس السنه يعني من واحد الشهر وكل السنه. خلينا نفوت دغري بالموضوع، شعاراتكم كثيره هالايام، يا حزام يا حرام، بتحب السرعه بتحب السرعه بموت فيها، بحب السرعه بموت فيها، بحب السرعه بموت فيها، وغيرها وغيرها. شو عندكم كمان شعارات هلا طالعه؟ في عنا شعار اذا كنت مطفي خليها مطفيه. اذا كنت مطفي يعني خلينا نفوت دغري بالموضوع، اذا كنت مطفي خليها مطفيه، عم تحذروا من الشرب اثناء القياده. هلا بلايه راس السنه العالم بدها تشرب بدها تنبسط وراح تسوق، شو بتنصحوا العالم؟ بترجع تاكسي تسهر ببيوتها؟ شو نصيحتكم يعني للعالم؟ بالنسبه لليله راس السنه هي اكثر نهار العالم يشربوا فيه، حتى اللي ما بيشرب ايام يعني او مش معود يشرب الكول بيشرب الكول. وليصير عندنا حوادث سير ليله راس السنه يعني غير قصه الشرب، الموضوع مش بس قصه شرب والكول، قصه كمان التعب والارهاق، لانه راح يسهر للاربع خمسه ست الصبح ويكون كل النهار واعي، فالتعب وارهاق ونعس والكول وطرقات مش منيحه وما في اناره، كل هو مع بعضهم عده عوامل بصفي يا بالارجنس يا بتروح عليه بالارجنس في اناره لا سمح الله، في اناره. فان شاء الله اكيد ما بيصير ولا حادث السنه، واهم شيء انه يقدروا طيب شو بتطلب من العالم؟ ليه بتقول لك اول شغله اول شغله بتعرف انه بحس ايام هلا فيني بده يعلق على الموضوع، اكيد بحس انه مؤسسات مثل يازا ومثل كون هادي والتحذيرات اللي بتعطوها انه ما تشربوا وارجعوا بالتاكسي ما بتزبط على لبنان. هيدا صاحبي مثلا اللي بديت اللي بيشتري فيراري اللي بيشتري فيراري تصور هو شاري فيراري وبورش ليلة راس السنة دبه بالبيت بده يكون مفقوس كل السهره يعني. لا نحن بصير يشرب لينسى انه تارك الفيراري بالبيت بموت اوفر دوز الكول يعني او وين يمكن تنسرق او لا لا الفكره نحن ما كثير بنشدد على موضوع انه يرجع بتاكسي، وخاصه اذا عم تحكي المناطق البعيده. صادق اذا بتاكسي ليش ما بيرجع تاكسي؟ للتاكسي يكون كمان بيكون شربان، بس هي الفكره خاصه لانه العالم تروح تسهر بمناطق كثير بعيده. هلا اذا واحد قاعد بالاشرفيه نازل يسهر بجميزه فاش خفيه يرجع بتاكسي هيدي ماشي فيها ماشي. ماشي او بيرجع ماشي تخبص السياره لا بيعمل بنمونيه لانه بيكون ساعه يعني. طب شو نصيحتك للعالم؟ اول شغله في شغله كثير اساسيه بفكروها العالم، اي مضبوط يقعدوا بالبيت يعني مطرح ما يكون سهران في ينام، خاصه طلع يسهر بالشاليات لانه بتعرف ليله راس السنه قتلتهم، بيسهروا ليوعوا ثاني نهار وبينزلوا بيكون اول شيء راح الكول من جسم الانسان، لانه كل كاس الكول بده 40 دقيقه ليتبخر من جسم الانسان. أوكي. لا القهوه بتشيل السكر وتخليه يرجع يوعى، ولا المي المسقعه، ولا اللي بفكر انه يشرب زيت قبل الكول هيدي بيحسن معدته مع بيصير الزيت فوق الكول تحت ما بيضرب على الراس، هو كله غلط ما في شيء غير الوقت. يعني اذا شربين 8 كاسات يعني الكول يعني عم مشروبك كنت اشرب تانكي كنت هيك كنت اشرب جالون انا مثل ما هو ايه مصروف الزيت راح بفتره صار من ورا الالكول والشرب. فالفكره انه كل 8 كاسات الكول بدهم تقريبا 8 ساعات، فالافضل ينام بالمحل اللي هو فيه. كمان انه قصه التعب والارهاق وخاصه ما بنعرف كيف الوضع التأس رح يكون او الاحوال الجويه اذا في شتاء جليد ومناطق جبليه، ف هيدا افضل انه ما يكون اذا سهر برا كيف بيسرب؟ ساعتها بده يسرب بتاكسي او ما بده يشرب كثير، هلا ما راح يشرب راح يشرب اكيد يعني ما بيضايق حدا بالجروب، فهون الافضل يسرب بتاكسي خاصه يعني افضل يكون معه سياره بشعه ما عنده مشكله يتركها بالبيت لانه مرة لانه اذا لا هي ما انا مش انت بتشرب وبترجع بتاكسي؟ او شيء سيارتك لا. حلوه بتزعل انه ما تسرب؟ انه عادي اوكي بتشرب وبترجع بتاكسي؟ بترجع بتاكسي؟ لا بتشرب وبترجع بسيارتك بتشرب وبتسوق؟ برجع بسيارتي بس انه بشرب خفيف خفيف مش ايه ما شو خفيف كامل شو الخفيف؟ ثلاث كاسات فيك تشرب وتسوق؟ لا كاسات لا لك ليه لانه نحن بنرجع بنحكي مش ما لها علاقه بس بالدرينك يعني عم بحكي ليله راس السنه اذا بدك تحكي ليله راس السنه هلا بقانون السير الجديد اللي صدر بتشرين الثاني
عندك 0.8% حسب شو عم تشرب. هذه يعني 0.8 بالسنتيليتر اللي هو لكمية نسبة الكحول بالدم. وهي بتختلف بين إذا عم تشرب بيرة ولا عم تشرب ويسكي ولا عم تشرب فودكا ولا يعني حسب نسبة الكحول. يعني ما في لك 3 كاسات بيرة مش الحال وتكون شربين 3 كاسات ويسكي أكيد غير، أو الفودكا دغري بتكون قطعت الليميت. بس زيادة عن هيك هو قصة توجيهاتكم لازم تكون للويتر مش للزبون. هو توجيهاتنا هي لألك، التوجيهات لازم تكون للويتر وللزبون وللدولة اللي هي تطبق الألكو تيست ليلة راس السنة وبكل الليالي. ما عندنا المكنات بس تعرف على راس السنة قد ما بيخلوا. ما عندنا الألكو تيست منزوعين. ما في الألكو تيست، لا شفت شي مرة يعني ظهرت ينفخوا بالبالون بلا وقت. هيك زياد بارود كان هو يوقف على الحاجز. ايه بس ما كان ينفخوا البالون مشان يزينوا مشان راس السنة. صح. هلا انا قصدي هشام قد ما عم بيخلوا اسعار الظهر على راس السنة ما فيك تاخذ اكثر من 2 درينكس بحيالله مطرح. بس في محلات اوبن دريك. طب فيني ما بتظهر بترجع وبتسوق وعادي ومرتاح. هيدا بموضوع ما بكتر شرب. شو عم بتقول على شو عم تقول لجماعه الساعه 5 على الراديو مشان راس السنه؟ بعد ما بلشنا هالجمعه رح نبلش نحكي. رح نبلش ننصح؟ طيب هلا قد ما فينا ما ننصح بس خليني اقول ليش فيني اليوم ضيف مشان راس السنه. خليني اقول فيني ليه ضيف معنا بهيدي الفقره، لانه فيني من قد ايه بالضبط صار له على الدرايف ات 5؟ سنتين وشوي. صار من سنتين وشوي بلش ببروجرامه الاذاعي درايف ات 5 اللي هو مبدئيا البروجرام الاذاعي الاول حسب احصاءاتنا، يعني مش حسب احصاءات، حسب ما نحن بنحس. هو بروجرام جعل من عجقه السير متعه. صارت العالم يعني بروجرام مسلي، صار عندك مثل كوميونيتي يعني مجتمع اسمه جماعه الساعه 5 بيعرفوا بعضهم، كل واحد الان بالعجقه بمنطقه بيتصلوا كلهم بيصبوا عندك على الراديو بيتصلوا بيسلموا على بعض وصاروا اصحاب بيطلبوا غنيه بيقولوا لك وين في عجقه بينبهوا غيرهم. في اولاد صغار في امات بتحس العالم صاروا يعني لاول مره جماعة كلهم مبسوطين مجتمع. انا انبسطت بشغله لانه شو بقولوا اجراءات بموضوع السير من الدوله ولا اجراءات من المواطنين كلها يمكن تحد من عجله السير، ولكن انها تمنع عجله السير بلبنان مستحيل. ليش؟ لانه السبب الوحيد لعجله السير انه عدد السيارات كثير كبير بالنسبه لعدد المواطنين وبالنسبه لمساحه لبنان. هيدي مشكله لا تعالج، لانه لو ما عملوا طرقات منيحه رح يضل في عجله السير، لو عملوا 100,000 دركه رح يصير في عجله السير، رح تخف يمكن ولكن بس عدد السيارات مهول بلبنان. لازم يعملوا رح تزيد. فاذا فيني خبرنا اول شيء من اجتك الفكره، كيف قدرت تغير فكره عجله السير من فكره ممله ومزعجه وبتعصب لفكره مسليه، خبرنا كل موضوع درايف ات 5. هلا بشكل عام نحن بلشنا بالفكره هيك بالصدفه، لانه نحن بكونسبت الاذاعات دائما البيك تايم يعني فتره بعد الظهر من زمان راكبه براس العالم والاشخاص اللي بيشتغلوا بالاذاعات انه بهالوقت لازم العالم يسمعوا ميوزك، ما لهم جيد يسمعوا حكي. ممنوع الحكي. يعني أوكي. ما لهم جيد يسمعوا حدا. الساعة 5 مضايقين شغلهم. ايه انه خلص ميوزك احلى اغاني. ففتره قلت انا مر علقت انا بعجقه سير انا وجاي وعم بسمع ميوزك برمت على الاذاعات هيك بتسلم شوف شو في كله اغاني 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 بشعه. ايه بلا مفروض بشعه. بتعصب اكثر من عجقه سير. مدفوعه تجاريه بتعصب اكثر من عجقه سير. ايه وبتعرف عجقه سير واحد زهق بالسياره، ما معك حدا بالسياره، شو بدك تعمل؟ بتحمل التليفون وبلش تلفن. ومش لازم تحمل التليفون وتلفن كثير. هلا وصلت على اذاعه قلت له لوقتها مين كان فادي، قلت له بدي فوت على الهواء، قال شو فيك تعمل؟ فكر بدي فوت على الحمام. فانا بيعرفوني الشباب انه ما بعمل شيء هيك ارتجالي. انت معروف بمعالجه مشاكل الناس العاطفيه بالسيال بعد 12 بالليل، هي اول مره كانت تطلع بعد الظهر. صح. قلت بدي اجرب احكي على الهواء لشوف اذا في ناس عم تسمع بهالوقت. طلعت على الهواء قلت له مرحبا، طلع على الهواء وينكم؟ اذا حدا بعلقين بعجقه كذا، بلش يجيني اتصالات من كذا محل. حبوا الفكره، قلت لهم ما بعرف اذا بكره برجع بطلع، فليت، طلعت ربع ساعة، وصرنا نطلع كل يوم ورا يوم، صار العالم يطلعوا وسمينا البرنامج على الهواء والعالم صاروا أصحاب وسموا حالهم هن جماعة الساعة 5 وصاروا ينتقدوا بعضهم، أنا شفت واحد عم بكب من سيارة، أنا شفت واحد معربش على الرصيف، شفت واحد فيت عكس السير كذا، صفوا هول اللي بيسمعوا يعني هن جماعة الساعة 5 هن العالم اللي بيسوقوا صح واللي بيمشوا صح. مش كتار يعني. عم يكتر عم يكتر. ليك مستمعين يعني لا اسم الله كتار. وهيدي شغلة كتير مهمة، يعني هذا برنامج طلع من الناس مش مني. طيب و انت هلا بالاعياد ماشي حالك منيح لانه عجقه كثير ولا مش حاسس في عجقه اعياد؟ لا بلا بلا في عجقه اعياد؟ ايه في عجقه كثير والعالم على طول حيلا شغله بيطلعوا بنقوا عليها. بس ما بتعتبر حالك بمحل معين عم بتقوم بشيء مش مخالف للقانون ولكن شيء خطر انه عم بتعرفوا انه عم بسوقوا؟ صح. في ناس بصفوا عجقه ما هي مسج مش مسج مش في رقم بيبعتوا عليه مسج كمان بلا المسج بلا اصعب بس ما هشام عم بيقول واقف السير عم بيكون 100% ايه مظبوط. اوكي
نسبة حبيبة السير بالعالم زادت بشكل كتير كبير من بعد ما دخلنا العصر الـ 3G والـ 4G وخاصة صار تكستينج إذا بدك والتشاتينج والإيميلز كل شيء. وشو مش بس تشاتينج، بعدين صاحبته غيرت صورة على الأبديت بالبي بي وحاطة صورة مع رفيقة مثلا هو ما بيعرفه، كارثة هيدا ثلاث أربع حوادث. يعني أنتوا عم تحكوا كله ريليتد للتليفون، في صبايا حلوة بتعمل حوادث على الطريق، في البنايات، في خلق السكرينز اللي على طول وبالليل لانجري بعتقد السبب الاول للحوادث بلبنان اكيد. بعدين في اغاني كمان معه حق، انا مع انك كنت تقول انه بحطوا اغاني بيطلع بيبقى واحد طالع معصب ويسمع اغنيه عاطله، بس انتم بتحطوا اغاني كمان؟ لا في اغاني بنرفض نحطها، في اغاني بترفضوا؟ ايه رفضنا مؤخرا، رفضنا انا رفضت كذا اغنيه على الهواء حتى لو مدفوعه. ايه حتى لو مدفوعه مثلا ميريام كلينك تفه ونياء ما بتحطوها على الهواء؟ لا ما بحطها، لو دفعت 10,000 دولار ما بحطها، لو دفعت مليون يا لطيف كلينك. لا ما عندي شيء ضدها، ما عندي شيء ضدها، بس الاغاني اللي بنحسها بتلبق الهوا الاذاعه عم نلعبها. جماعه الساعه 5 ما بدهم يسمعوا هيك اغاني؟ بيجي برنامج جماعه الساعه 5 اذا واحد صوته مش حلو ما مرق له الاغنيه. يا لطيف. ايه طب هو اذا علق بالسير الساعه 3 شو بيعمل؟ بينترك للخمسه؟ ايه مزبوط. لا بطلع كل النهار على الهوا. طب ليك سؤال والله فكره بني، هلا انت العالم تنطر صوتك، ولكن ليش ما بتكبر الفترة الإذاعية؟ بتعملها من 3 إلى 7، بتطلع انت 5 7 حدا يطلع بتكبر من 10 الساعة 3 إلى 7. خليها ليال تتفضل على الهواء لعنا تعمل الساعة 3. ليال صوتها حلو تفضل اعملها على الساعة 3. مين ببرنامجكم الصباحي بتعملوا السيدة أكيد الزميلة سنة ناصر كمان نجمة، أو لك الإذاعة بتعمل نجوم كمان بني أنت مثل عليها هيك وهيك مش للكل؟ لا في بروجرامات عم تقلدك على غير المحطات. ايه ايه في كثير، ما نحن بس فتحنا طريق البرامج الساعة 5 في كثير. يا ريت كنت تفتح الطريق مضبوطة طبعا. حتى برات لبنان على فكرة من كم يوم حدا دق لي، قال لي كنت بالعراق عم بسمع على الإذاعة عم بسمع على الإذاعة عم بسمع على الإذاعة درايف فايف شلة والله أنا في عجقة في انفجار وهنا وبغداد لا في عجقة انفجار وخلقنا اسمه بوم ات فايف شلة الساعة 5 شلة الساعة 5 اكثر طريق شو شو هي اكثر طريق بتعجبك؟ سيتي مول نهر المول؟ ايه سيتي مول صالون اشرفي جسر اشرفي دكويني جسر اشرفي دكويني الساعة 5 اكثر واحد؟ ايه اكثر واحد اكثر من السال حسب نحن عملنا فكرة جديدة بالبرنامج على فكرة شو هي؟ دليفري على السيارات كمان؟ أرجيلة أرجيلة موبيلا مع مين عم تتعاملوا؟ مين بيبودي؟ نحن شركة فيني برودكشن فيني برودكشن. طيب إذا اليازا بتعرف الإجراءات اللي بتحد من عجلة السير معقول الدولة ما بتعرفها؟ مش قصة الدولة ما بتعرفها، هي بقى تكون عندها الإرادة السياسية أو تاخذ قرار سياسي لتحل قرار عجلة السير بده قرار سياسي؟ حل مشكلة السير كلها بشكل عام، إيه بدها قرار سياسي؟ ليش؟ اليوم لما تحكي لأنه بيختلفوا على السير وبيختلفوا على المتعهد وبيختلفوا على الوقت ومين بده يسرق أكثر. أصلاً فيني رح يوقف ضدكم إذا منعتوا العجلة على الساعة 5 بيوقف شغله. لازم نرفع الغطاء السياسي عن عجلة السير؟ لا مش عن عجلة السير، لازم تعطي الغطاء السياسي هو بمعنى عم نحكي قرار سياسي انه اليوم لتحل أزمة سير يعني عم نحكي بده يكون في نقل مشترك جدي بلبنان، بس للأسف يعني على كتر السيارات اللي هو بشكل كتير كبير وعدم وجود النقل المشترك، يعني اليوم ما بتلاقي في نقل مشترك للعالم تستعمله البوستات البوستات اللي هو النقل العام بنعمل انشورنس ما في ترين مثلا صح ما في ترين بس في مدير عام سكك الحديد في على فكرة عين مدير عام لمديرية السكك الحديد بيلعب كل النهار بيلعبوا هيك بالترين حاطط سكة بالمكتب عنده هيك أو بشوف السكك اللي بعدها إذا ما في شيء بحب إنه دايما بتقول للناس ما تعصبوا عجلة سير كل يوم شو كل يوم لنعصب بس بعد في عالم عم تعصب إيه طبيعي طبيعي في عالم طبيعي طبيعي بتعصب من مواقف يعني مثلا عجقة سير إذا عاملين حدا سياسي غير انتمائه السياسي عمل مظاهرة عمل له عجقة سير بيطلع بس سمعتهم عم بيعترضوا على زيارة رجل دين لمنطقة دي كمان أنا عملت عجقة سير يعني كمان مع إنه حسيت إنه العالم اللي عم تعترض على زيارة مش كثير راضيين على رجل دين لمواقفه السياسية مشان هيك هيجموا ممكن بس يعني كان فيهم يسمعوا بالأخبار ويعرفوا قبل ما يعرفوا التعصيب بيصير كمان مش بس للعجقة كمان موضوع إسارات الجيش بتذكر سوري بس بلا مش مشان أنا موضوع إسارات الجيش كمان عندك عميل بس شفتك كمان عم تقول إنه الجيش اللبناني تحملنا كل سنة ما عليه إذا تحملناه بيوم صح صح فيني في اشياء جديده بعد لتقدر تخفف عن تعصيب عجلة السير ولا لا يعني جعبتك عم تفرغ يعني غير المشي غير الحكي غير انه تعملهم يقدروا يحكوا مع بعضهم هيك شو معقول يصير بعد لا في كثير اشياء رح نعملها هلا اول شيء بلشنا لا عيد في اشياء
ايه لا في عندكم سانتا كلوز انا سمعت، في عندكم بابا نويل ليش جمعت الساعه 5 كمان؟ كمان رح يكون بينزل بالعجل يوزع بونبون هيك هو ما بيلعب عجل سير عنده سلير بيطير بيطير فوق لا نحن بهالجمعه رح كون انا كل يوم يعني ما رح كون بس على الساعه 5، اذا لقيت الساعه 3 ما في مشكله، رح كون كل يوم من بعد برنامج هوا بيروت لاخر الليل عم نوزع كاش وتلفزيونات وموبايلات و شو الرقم عندكم بس؟ مشاهدينا الكرام مع درايف ات فايف والاعلامي النجم الاذاعي فيني رومي مدير اذاعه ميلودي والسيد كامل ابراهيم من مؤسسه يازا المحترمه، بنختم هيدي الفقره في كاش مع درايف ات فايف، في هدايا خليكم عم تسمعوا، علقوا بعجل السير قصدا وما تعصبوا مع درايف ات فايف وجربوا بليله راس السنه مثل ما قلنا لهم، اسهروا بالبيت بالشاليه ما تظهروا، اذا عندكم سياره حلوه اشربوا صفوها قدام الشاليه، جربوا قد ما فيكم كل ثلاث دقائق يطلعوا برموا برمي فيها وليله راس السنه وليله الان واي اي ماينس 1 مشكلتك بيناموا بعد ظهري يريحوا حالهم مشكلتك بلبنان صار في ماينس 2 قبل راس السنه وماينس 1 وراس السنه وبلس 1 بلس 2 خلص بين كريسماس وراس السنه كله خمس ليالي. مشاهدينا الكرام مع ضيوفنا الكرام ميرسي لكم ان شاء الله دائما بنشوفكم معنا، ناخذ ثاني بريك بحلقه الليله، ثاني بريك وبنرجع.